بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ اليوم إن شاء الله الباب 19، وحقيقة ده آخر باب في الجزء ده يعني، وهو بيتكلم عن النتورك تكنولوجيز الماضي والمستقبل. الباب هيكون فيه ونسة كتير عن أشياء بتتكلم عن ماضي، ربط المواقع ببعضها البعض. فبنتكلم عن الأكسس تكنولوجيز المتاحة، وبعد كده نتكلم عن اللان تكنولوجيز والوان تكنولوجي. اللان تكنولوجيز ما هنضيع فيها زمن طويل في الباب لأنها مينلي سيتلد على الإيثرنت زي ما قلنا، لكن هتناول جزء كبير من الوان تكنولوجيز اللي تم مناقشتها في أجزاء سابقة لربط مواقع مؤسسة ببعضها البعض يعني. إذا هو بيتكلم عن الميجر تكنولوجيز اللي كانت موجودة أصبحت موجودة الآن. ولأنه الشابتر القديم في بعض التكنولوجيز كان بيتكلم عنها إن هي موجودة وأوشكت إنها تنقرض، وفعلا هنقول إنها الآن توقفت وظهرت بدالها تقنيات حديثة، وده اللي إحنا هنشرحه إن شاء الله وإحنا بنتكلم في هذا الباب. هيتكلم عن الخصائص العامة لكل واحد من هذه التكنولوجيز اللي بتوفر خدمات الربط المختلفة. يبقى هيتكلم عن هنركز على أمثلة كثيرة. هنشوف التكنولوجيز المختلفة اللي حصل لها كرييشن أو التي تم استخدامها بواسطة شركات الاتصالات يعني، وهنشوف في الباب ده كيف التكنولوجي حصل لها تشينج يعني. الباب ده لو بنتكلم عن الكتاب في 2009، في خلال 10 سنوات هنتكلم إنه في عدد من التقنيات تكنولوجي ظهرت واستخدمت وانتهت وأجهزة اتفكت من الشبكة في خلال 10 سنين، وده اللي بيوري إن المجال بتاعنا زي ما قلنا مجال متغير والتغير بتاعه سريع جدا يعني. يبقى في الأبواب السابقة كنا اتكلمنا عن الأكسس تكنولوجيز، واتكلمنا عن الدي اس ال والكيبل مودمز وغيرهم، وقلنا احنا دايما بنقول أكسس تكنولوجيز. لما نقول أكسس تكنولوجيز هي الأكسس لللاست مايل سوليوشن أو للوصول للإند يوزر أو الوصول للمستخدم في بيته. فاحنا كان اتكلمنا عن الدي اس ال والكيبل مودم، وحتى اتكلمنا عن الترانديشنال مودم اللي هو الفويس تليفون العادي كتراديشنال مودم. كنا اتكلمنا عنهم بسرعة، مو هنرجع نذكر الناس بأن دي واحد من أساليب الربط لمواقع مختلفة لمؤسسة. في تكنولوجيز كتيرة حقيقة وجدت في شركات الاتصالات، ودي هي بتتكلم عن نقل البيانات من موقع لآخر، مرورا بالخدمات اللي بتقدمها شركات الاتصالات، شركات الكيبل تي في، بل حتى الباور لاين، خطوط الكهرباء ممكن نرسل فيها بيانات زي ما هنشوف بعد شوية، ومرورا بالوايرلس تكنولوجيز اللي اتكلمنا عنها في باب فات. إذا عندنا عدد كبير من التكنولوجيز ممكن استخدمها لربط مؤسسة ما بفروع أو مؤسسة ما بالإنترنت عبر شركات الاتصالات أو غيره. ودي اللي هي سمرايز قدامنا في الستة تكنولوجيز الموجودة أمامنا ديل يعني. بنتكلم عن وهنخش في تفاصيل زي ما هنشوف في هذا الباب. بنتكلم عن السينكرونس اوبتيكال نتورك او ديجيتال هيراركشي للسونت او الاس دي اتش. هنتكلم عن الاوبتيكال كارير بعد شويه. نتكلم عن الدي اس ال والكوبل المودم، ده اللي اتكلمنا عنه في باب سابق، هنذكر الناس بالحاصل فيهم. نتكلم عن الواي ماكس والواي فاي كوسائل للربط. نتكلم عن الفي سات. نتكلم عن الباور لاين كوميونيكيشن. فدي كلها عباره عن تكنولوجيز ممكن نستخدمها لربط مؤسسة ما بفروع أو مؤسسة ما لربطها بالإنترنت. واضح إنه كلها بيكون في بروفايدر بيقدم الخدمة لنا يعني، شركة بتقدم الخدمة زي شركات الاتصالات إلى آخره، ونحاول نضرب أمثلة من واقعنا يعني في كل واحدة فيهم. طيب نبدأ أول واحدة من الكونكشن والأكسس تكنولوجي. طبعا أجين إحنا بنقول أكسس تكنولوجيز لأنه ديل أي واحدة فيهم بتعمل الاكسس بتربط لنا طرف من المؤسسه زي ما قلنا في رئاستها او في فروعها ببعض البعض. وبالتالي لو عندي بنك مثلا عايز اربط فروعه، فبستخدم واحده من هذه التقنيات لربط الفروع باعتبار ان انا هستخدم خدمه بتقدمها احدى شركات الاتصالات زي ما قلنا. طبعا في خدمات اخرى للربط، ممكن اربط براي بشبكه وايرلس حقتي، احنا قلنا نتعرض للامر ده الان. بنتكلم عن الخدمات كلها بتقدمها شركات الاتصالات للمواطنين. طيب يبقى الصنت اول واحده سينكرونس اوبتيكال نتورك، واضح ان نتكلم عن الاوبتيكال نتورك، وهي بتتكلم عن تي دي ام هيراركي، احنا عرفنا تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، وهو صممت حقيقه عشان تنقل الصوت
الفويس، وهي فبالتالي نقول الصانت بقت ستاندر موجودة في الإنترنت للربط أو لتقديم خدمة الربط لإحدى الجهات. إحنا نقول الربط بعد كده زي ما قلنا نقول الربط لإحدى الجهات، معناتها لما نربط الجهة بالشبكة بالعمود الفقري لشركة الاتصالات، شركة الاتصالات بتربط الطرف الثاني بنفس الطريقة. فبالتالي عادة بيكون الرئاسة عندها ربط والفروع عندها ربط، ودايما الربط بتاع الرئاسة بيكون بساعات أعلى من الربط بتاع الفروع، وبالتالي ممكن تستخدم هذه الخدمات زي ما قلنا للربط، وياخد صمم أصلا عشان تنقل الفويس تليفون كولز. وبعد كده زي ما قلنا احنا كانت حاجات كتيرة اتعملت عشان تنقل الفويس، بقينا ننقل فيها الداتا بتاعتنا. في الصنت بتعمل لنا ما يسمى فيزيكال رينج، بيحصل لها كونستراكشن عشان توفر الريدندنسي، وبالتالي الطرف ده بيكون بتشوفه شركات الاتصالات ان بيكون عندها رينج او حلقة وفيها ريدندنسي، باعتبار ان لو في كيبل اتقطع الشبكة تستمر في عملها، والهاردوير بيعمل اوتوماتيك ديتكشن وبيعمل ريميدي للبروبلم، ما بيعالج البروبلم بتاعتنا مباشرة. يمكن لو في رينج اتقطعت مباشرة الهاردوير بيكتشف هذا الانقطاع ويواصل عمله، يعني يستخدم الخط البديل. إذا لو في خط اتقطع الداتا كان ستيل جيت ثرو، يعني بتمشي بشنو بالخط البديل بتاعنا. وبكون في دروب مالتيبلكسر زي الاوكسيلري يونت اللي شفناها في الابواب اللي فاتت دي، ودي اللي بتربط السايد بتاعنا بالسونت رينج. وبالتالي الصانت بتستخدم التايم ديفيجن مالتيبلكسنج تو مالتيبلكس سيركت انتو ذا اندرلاين فايبر، يعني بيحصل هنا تايم ديفيجن مالتيبلكسنج عن طريق الدروب مالتيبلكسر ده عشان ترسل بياناتك في البسيط. كأنما في ناقل بيمر حول المدينة وفي ناقل بديل جنبه، الدروب مالتيبلكسر ده بيشيل بياناتك ويشوف التيرن المناسب ويحشرها في هذا الرينج عشان تصل للالتيميت ديستنيشن. من على طول بنمشي للاوبتيكال فايبر، والاوبتيكال فايبر هي الستاندرد اللي بتحدد السيجنالينج اللي هي بتستخدم في الصونت رينج، فبنقول على الاو سي ستاندرد. والاو سي ستاندرد الاوبتيكال كارير ستاندرد بتتكلم عن هاي بيت ترانسفير ريت، بتوفرها لنا للربط. وبالتالي احنا بنقول البرايفت كومباني ممكن تأجر او سي عشان تربط اوبتيكال كارير عشان تربط مواقع الشركه مع بعضها البعض. شوف المثال هنا بقول تير 1، وهنقعد في السلايد دي شويه عشان نشوف الارقام بتاعت اليومين ديل. في السلايد دي في 2009 كان بيتكلم ان تير 1 اي اس بيز الاي اس بيز اللي قاعدين في تير 1 الكبار ممكن يستخدموا سيركت الاو سي 192، دي بتوفر 10 ميجا بت بير سكند، والاو سي 768 بتوفر 40 ميجا بت بير سكند في الباك بون بتاع الانترنت. طبعا هذه الارقام الان اصبحت ارقام متواضعه جدا في ساعات الربط اللي احنا بنوفرها. يعني الان لما نيجي نعين للجامعه، الجامعه بتلقاها ماخده خدمه بتاعت اس تي ام 1. خلينا صحيح نتذكر الاس تي ام 1، بقول انه هنا في الانترنت هنا في يعني الستاندرز اللي بنستخدمها الان بنستخدم على الاس تي ام 1. الاس تي ام 1 هو الاس تي ام اللي هي سينكرونس ترانسبورت موديول اس تي ام 1، والاس تي ام 1 بيتكلم على الاس تي ام 1 سبيد. خلينا انا اخش لك في جوجل هنا بيتكلم عن السبيدز المختلفه الموجودة في الـ STM1. الـ STM1 عندها سبيد بتصل لـ 155.5 ميجا بت بير سكند، يعني تقريبا 155 ميجا بت بير سكند. والآن لما نجي نعاين بنلقى إنه زي الجامعات الكبيرة زي جامعة السودان، جامعة الخرطوم إلى آخره، مربوطة بـ STM1 لاين، والـ STM1 لاين بيوفر 155 ميجا بت بير سكند. وطبعا الآن لما نجي نعاين للأرقام اللي هي نقل 155 دي ذاتها ما مكفية الطلاب، لأنه بنتكلم على عدد كبير من الطلاب قاعدين في الكامبس بيتشاركوا في هذه 155 ميجا بت بير سكند، بيقول إنها غير كافية. إحنا بنقول إنه لو وصلنا لـ 1 جيجا حتى ما هتكون كافية لجامعة كبيرة، يعني عشان تحقق الربط بين الأطراف المختلفة. طبعاً الـ STM1 لو ما نفع معاك بتمشي لـ سبيد أعلى، يعني تمشي لـ STM4 مثلاً وهكذا. فأنا خش لك هنا السايد بتوري الـ STM1 والـ STM4 والسبيدز المختلفة بتاعت كل واحدة فيهم. زي ما قلنا الـ STM1 جاية من الـ دي الـ STM1 Synchronous Transfer Module، وده هو ستاندر بتاع الـ ITU Fiber Optic Network. فنرجع تاني بس لأن أنا قلت لما نجي نتكلم عن أرقام اليوم أنا بقول لكم نتكلم عن لو كنا بنقول الـ OC بتوفر 10 ميجا بت بير سكند،
في او سي 192 او 768 بوفر 40 ميجا بت بير سكند، وهذه الساعات اصبحت غير كافيه الان. بنتكلم على اس تي ام 1 سبيد 155 ميجا بت بير سكند، او اس تي ام 4 سبيد، وهكذا. يبقى قبل ما نطلع من الحته دي، دي الطريقه المثلى حقيقه، انك انت تربط رئاسه شركه محدده بالشبكه، نقول بالشبكه او بالانترنت، باعتبارك كده لو عايز توفر انترنت ترميها في هذا اللينك، واللي بتوفر لك ساعات مرتفعه. وده الواقع الان الموجود في مؤسسات، يعني تلقى المؤسسات الكبيره الانترنت سيرفيس بروفايدرز بياخدوا ساعات بتاع على الاوبتيكال فايبر، بياخدوا اس تي ام 1 سبيد واس تي ام 4 سبيد وهكذا. طيب لو المؤسسه اصغر شويه، السمول اوفيسز الى اخره، بنمشي للدي اس ال زي ما قلنا، والكيبل مودم. طبعا التكنولوجيز بتاعت الدي اس ال والكيبل مودم، احنا اتكلم كيبل تي في يعني مودم، بنتكلمنا عنها زمان، انها بتوفر برود باند انترنت اكسس، وقلنا دي كويسه للمساكن او المكاتب الصغيره، السوفو سوليوشنز يعني. وهو اتكلمنا سابقا، قلنا الدي اس ال بيستخدم خط التليفون العادي اللاند لاين اللوكال لوب ده الواصل للبيت، وكان عندنا باب كامل بنتكلم في جزء كبير منه عن الدي اس ال. والكيبل مودم بيستخدم الاكزيستنج كيبل تلفزيون انفراستراكشر الواصله للبيوت. اذا كلاهما الدي اس ال والكيبل مودم بيستخدموا اسلاك واصله اوريدي للمواطن او للمستهلك في بيته. والدي اس ال زي ما شفنا في الباب السابق، وفر لنا معدل نقل البيانات يصل ل 6 ميجا بت بير سكند، وبيعتمد الكلام ده على المسافه بين السنتر اوفيس والسبسكرايبر، بينك وبين الكوبانيه اللي يعني بتاخد منها الخدمه، ويعتمد على اشياء اخرى زي ما قلنا، بيعتمد على جوده الخط المربوط بينك وبين الكوبانية، المسافة بينك وبين الكوبانية، التيرمينيشن الموجودة في الخط بينك وبين الكوبانية، الانترفيرنس الموجودة في اللوكال لوب، كلها بتؤثر في السرعة اللي بتاخدها. عشان كده قلنا شركات الاتصالات لما توفر لك دي اس ال ما بتقدر تجارنتي او تضمن معدل محدد لنقل البيانات الا بعد ما تركب المودم، والمودم زي ما قلنا بيعمل بروب بين الرئاسة والبيت عندك أو المكتب عندك يعني، والترمينال في الطرف، عشان نعرف الكاركترستكس بتاعت اللاين أو خصائص الخط، عشان يقدر يحدد الداتا ترانسفير ريت المناسبة اللي هو يقدر يرسل بيانات فيها. وقمنا الكيبل مودم بيوفر الأب تو 52 ميجا بت بير سكند، وده كان شير امونج سيت اوف يوزرز، وبالتالي برضه بنكون اليوزرز لو قدر كتر عدد الساعة ما هنقدر نصل لهذا الرقم من ال 52 ميجا بت بير سكند يعني. وحقيقة الاثنين اللي هو الدي اس ال والكيبل مودم استخدموا فترة طويلة يعني في دول العالم المختلفة، حتى بما فيه عندنا هنا في السودان الدي اس ال مودم ما زال شغال حتى الآن. لكن لو عايزين نمشي لساعات أعلى من كده، الدي اس ال مودم ما هيكفونا، وبيبقوا عبارة عن حلول ترانزيتوري يعني مؤقتة، لما جه الاوبتيكال فايبر، والاوبتيكال فايبر الاو تي اكس يعني الاوبتيكال فايبر تو هوم اوفر فايبر تو كيرب اور اوبتيكال فايبر تو بيلدينج الى اخره، بقى توصل اوبتيكال فايبر للبيوت، وبقى توصل لنا معدل نقل بيانات اعلى بكثير من هذه القيم. طيب برضو من الاكسس تكنولوجي قلنا الواي ماكس والواي فاي، واحنا اتكلمنا ان الواي فاي هو عباره عن عدد من الوايرلس تكنولوجيز، وبتستخدم عشان توفر انترنت اكسس في البيوت والمقاهي والمطارات والفنادق وغيرها يعني. وفي جنريشنز كثيره من الواي فاي تكنولوجي عشان تنقل البيانات بتاعتنا موجوده، ودرسناها في باب سابق، وشفنا الساعات اللي هي بتوفرها لنا. وقبل ما نمشي من الواي فاي للواي ماكس، اصبح الاوبريتورز نفسهم المشغلين يعني شركات الاتصالات بتلقى الاماكن المزدحمه وتوفر فيها خدمه الواي فاي، باعتبار ان هي بتصل بالاوبتيكال فايبر لحد المطار مثلا، وفي المطار بتحط هوت سبوت صغيره تدخل الناس بالواي فاي، وبالتالي تقلل الحمول الموجود على الشبكه بتاعت الموبايل زي ما احنا عارفين. وبعدين زي والتشارج يو على الاستخدام الموجود عندك، فيبقى الواي فاي بقى سوليوشن مناسب جدا لدخول الانترنت، بالذات انه الاستخدام الان انتقل بدل ما كانت الاغلبيه هي استخدام للصوت، اصبح الاستخدام لنقل البيانات هو الاستخدام الاكثر. فأصبحت الواي فاي تستخدم الآن في عدد كبير جدا من المؤسسات والجامعات إلى آخره، ينزل لما يلقى الواي فاي بيشبك فيها، لأن الساعات فيها السرعات بتكون فيها أعلى عادة من سرعات الموبايل يعني، لما جانا هسه الجيل الرابع اللي بدأ يوفر ساعات عالية يعني. بعدين اتكلمنا عن الواي ماكس طبعا، وقلنا الواي ماكس بنستخدمه عشان نعمل مان متروبوليتان اريا نتورك، فأنا بركب لي واي ماكس تاور، وممكن أربط بعد كده
كل الفروع الموجودة عندي عن طريق الواي ماكس لينكس الموجودة، وبالتالي ممكن في رئاسة الجامعة نركب واي ماكس بوينت مالتي بوينت يعني، ونربط كل الكامبسز المختلفة الموجودة في الجامعة طالما هي وزن الدايمترز الموجودة عندنا، سواء اللي اتكلمنا عنها أرقام يعني قبل كده، ونتكلم عن 10 كيلومتر نقدر نصلها بالواي ماكس، فهي معناتها نقدر نعمل شبكة تغطي مدينة الخرطوم مثلا، السنتر الخرطوم بالدائرة قطرها مثلا 10 كيلو، نقدر نوفر خدمة الواي ماكس. طبعا نقدر نكبر قطر الدائرة على التغطية بتاعتنا، لو ركبنا أكتر من برج في مدينة زي الخرطوم نقدر نغطيها كلها بشبكة بتتكون لنا معنا. وطبعا الواي ماكس بتستخدم لحاجتين اللي قلته أنا هسه قبل شوية، ده اسمه الباك هولينج. والباك هولينج معناته إننا نربط الأبراج ببعض على بعض طبعا زي ما قلنا في باب سابق، أو نخليها تربط الريموت يوزر يعني الإند يوزر اللي قاعد في بيته ده، بنقدر نصله باستخدام الواي ماكس لو ركب له أنتنة خدتها فوق في السطوح يقدر يستخدم خدمة الواي ماكس، بل في بعض الترددات في الواي ماكس تقدر توفر لك الخدمة حتى وأنت قاعد جوه البيت من غير ما تركب تور خارجي. يبقى ممكن تشتغل في الباك بون يعني باك هولينج، أو تستخدم الربط للإند يوزرز. في تو فيرجن زي ما قلنا من الواي ماكس، فيكس ام موبايل، واحنا في السودان عندنا الواي ماكس، عندنا سوليوشن الفيكس بتوفره، وعدد من شركات الاتصالات بتوفر خدمات الواي ماكس للاند يوزر يعني، سواء سوداتيل او كانار، او حتى المرخص لهم الاي اس بيز الاصغر منهم زي سالانكو زي ماكس نت وغيره، شركات مرخص لها بتقدم خدمة الانترنت باستخدام سوليوشن بتاع واي ماكس. طيب ولو مشينا لشبكة بعيدة من يعني منطقة غير مغطاة بشبكة أرضية، بنمشي للفي سات، الفيري سمول ابريتس ساتلايت الفي سات. والفي سات ده عبارة عن زي ما قلنا قمر جيو ستيشنري ثابت زي ما اتفقنا في المرة اللي فاتت، على ارتفاع زي حوالي 36,000 كيلو من سطح الأرض، وهو ثابت، وبالتالي أنا بوجه الطبق عليه، والطبق بيختلف الدايمتر بتاعه حسب التردد اللي هو مستخدم. عندنا ال KU band، وعندنا ال KA band، وعندنا ال C band إلى آخره. فعندنا أطباق بنوصلها، هنا بنتكلم عن 3 متر في 2009، الآن بنتكلم عن طبق ممكن يكون 70 سنتي، يقدر يخليك تربط في سات سايد ريموتلي بعيد من الشبكات الأرضية، قاعد في نص الجبال أو في الحدود، تربطه مع رئاسة الشبكة بتاعتك أو تدخل الإنترنت يعني. يبقى هو بيوفر الإنترنت للانديفيديوال، وطبعا ممكن برضه يوفر باك هولينج يعني، لو في شركه من شركات الاتصالات عندها برج عايز تخطه في مناطق التعدين وبعيد جدا من الشبكه الارضيه، طبعا الحل الامثل اللي نوصله بالواطا يعني، نوصله بالواطا سواء نوصله اوبتيكال فايبر او نوصله نربطه بمايكروويف، لكن هاب انه البرج المنطقه دي بعيده على بعد 150 كيلو مثلا من قلب الشبكه في نص الصحراء قاعد، فهنا في حاله دي يكون مكلف جدا انك انت تصله بالشبكات الأرضية، ما تقدر تمدد لحد ما تصل للكيبل، فما في حق غير حلقة تطلع للساتلايت ترفعها للساتلايت وتجيبها بالساتلايت، فهنا بقت الساتلايت سوليوشن بالفيسات. طبعا بيوفر لنا هاي داتا ريس حسب ما نحدد احنا، لكن طبعا الهاي داتا ريس بتعتمد انك انت تدفع قروش كم، فبالتالي الايجار عادة للساتلايت بيكون اعلى مما انك انت تدفع الايجار في الشبكة الأرضية كما هو متوقع يعني. وطبعا بدينا ديلي عالي، يجب ان الابلكيشن تكون عارفه الديلي ده، وتكلمنا عن الديلي وحسبناه في باب سابق، وقلنا يجب لو رابطين سايد بالفي سات يجب ان نكون عاملين حسابنا في السوفت وير انه الديلي تايم نكون عاملين له حساب انه هيكون كبير شويه لانه مربوط بالساتلايت. وطبعا تكلمنا عن الفي سات كتير في ابواب سوليوشن ساتلايت سوليوشن يعني في ابواب سابقه، وكان من ضمنها الجيو ستيشن ساتلايت اللي وفر لنا الفي سات سوليوشن. برضه الفي سات في السودان في اكثر من شركه بتقدم خدمات الفي سات، منها سوداسات ومنها كنار ومنها مرجان عنده تصريح ويقدم وغيره يعني، الجهاز تنظيم الاتصالات والبريد بيفتح فرص للشركات تقدم خدمات الفي سات، وطبعا بيتطلب الامر دائما انه الشركه في الارض يكون عندها شريك او قمر يعني بتأجر فيه ترانسبوندر عشان تقدر ترسل تأجر للناس في هذا الترانسبوندر. الترانسبوندر اللي هو فيه فريكونسي محدد اللي هو بيستخدمه الناس اللي قاعدين في تلك المنطقة يعني. السودان الآن مغطى بعدد من الستلايت بتوفر خدمات ال KA band، بتوفر خدمات ال KU band، وبتوفر خدمات ال C band. الناس مشت لل KA band باعتبار انه بدأ يوفر معدل أعلى لنقل البيانات مع بعض البعض يعني، وبيوفر خدمات الاتصال لمناطق جغرافية بعيدة عن الشبكة الأرضية.
يبقى انا لو عايز اربط فرع للجمارك مثلا موجود في منطقة بعيدة، ما عندي حل غير امشي بيسات. عايز اركب كاميرات في منطقة جبلية للتصوير الاخيري، ما في حل غير امشي لفيسات، لانه الحلول الارضية المنطقة دي بعيدة جدا، ما بقدر اعمل لها باك هولينج واجيب شنو للرئاسة اللي بعدها من الشبكة التريستيريال او الشبكة الارضية. طيب في عندنا الباور لاين كوميونيكيشن البي ال سي، والبي ال سي كانت زي ما قلنا، كان الفكره انه ليه نجرجر كوابل في البيت يعني عشان نربط الكمبيوترز مع بعض البعض. ما احنا عندنا اسلاك الكهرباء، واسلاك الكهرباء رابطه كل المواقع في البيت، وفيها البلوكس دي اللي هي بركبها مع الكمبيوتر. فايش الراي لو قدرنا نخد في هذا البلوك، في هذا الكيبل عفوا، نخد في هذا الكيبل بيانات في ترددات اعلى من التردد 50. انت عارفين التيار الكهربائي بيشتغل في تردد 50، فالبي ال سي كانت الفكره بتاعتها اننا ناخد نرسل البيانات في ترددات اعلى من التردد 50، ده 50 هرتز الموجود في سلك الكهرباء، ونربط المواقع بالحاجات الموجوده داخل المبنى مع بعض البعض. اذا الايديا اننا نستخدم الانفراستراكشر العاديه بتاعت الاسلاك دي عشان نقدر نرسل بياناتنا. في ريسيرش كتير جدا اتعمل في الموضوع دي، وحقيقة التكنولوجيز تقوم وتقع. يعني هو بيتكلم هنا تكنولوجي has not enjoyed widespread deployments، فعلا ما انتشر الديبلويمنت بتاعها بصورة كبيرة، رغم انه بدأت تنتشر الأجهزة بتاعتها في نطاق محدود يعني، لكن ما لقت فرصة تو ماركت بصورة جيدة في الدول كلها يعني، ما في السودان بره. احنا شهدنا عدد من الشركات بتقدم خدمات الباور لاين مودم ده، وهو جهاز صغير جدا عامل زي الأدابتر الصغير ده، بتركبه مع الكيبل بتاع الكهرباء ويديك طوالي وصلة ايثرنت تربطها مع الكمبيوتر. إذا أنت لو عندك في المنزل بتاعك أو في الشركة 10 كمبيوترات، بتحتاج 10 أدابترات زي دي تركبهم في البلوكس بتاعتك، وتشيل منها مباشرة للكمبيوتر، تكون عملت لك شبكة محلية لوكال أريا نتورك. الإشكال إنه لو لما الأجهزة تكون عددها كبيرة طبعا هيكون في مشكلة، والإشكال الثاني طبعا إنه لو الأجهزة مبعثرة، يعني لو الكهرباء ما نظيفة بتاعت المبنى يعني ما جاية كلها من خط واحد، بنعاني أحيانا من مشاكل لما نقدر يكون عندنا كونكتيفيتي، لازم يكونوا ملمومين كلهم جايبين من محول واحد، عشان في النهاية السلك ده هو اللي هيكون رابط الطرفين مع بعض ومرسلين فيه الداتا بتاعتنا. فبالتالي زي ما قلنا ما لقت سبريد عالي للقصة دي، القصة بتاعت الباور لايف مودلز، لكن زي ما قلنا تسهر من هنا وهناك. ويمكن دي الفكرة لو تلاحظوا بترسل فيها الآن البيانات بتاعتك عن طريق السلك بتاع الكهرباء للعداد الموجود في العمود بيوصل الكهرباء للبيت. هي الفكرة انه برضه رسل البيانات في ترددات غير الـ50، وقدر يتخاطب بين الوحدة الداخلية اللي هي العداد اللي انت شايله في يدك، الكيبورد اللي عند الزول في البيت، تقدر ترسل سيجنال للسويتش الموجود فوق او الريلي اللي قاعد فوق في الطبلون، عشان نقدر يخلي الكهرباء تكون اون ولا تكون اوف. نفس الايديا يعني، بس احنا نقدر نستخدمها في ربط البيانات. طبعا التكلفه هتكون قليله بدل ما تجرجر كوابل جديده. واضح طبعا ان الواي فاي ده زحمته مزاحمه شديده، خلتها ما تلقى فرصه في العمل، لان الواي فاي جات بتكلفه اقل تقريبا وبريلايبيليتي اعلى منها من الباور لاين كيبل كوميونيكيشن. طيب يبقى الفاتو ديل كان التكنولوجي بتخلينا نقدر نوفر خدمات الربط في الوان. نجي لللان. اللان طبعا موضوعها بسيط شويه، في كثير من الديزاين اشتغلوا استخدموا عشان تعمل اللوكال اريا نتورك، والتطوير بتاع اللوكال اريا نتورك حقيقه استمر فترات طويله جدا في الجزء الفات يعني، وفي لانس كثيره تحديد عديد من التقنيات اللي استخدمت في اللان بقت سكسس ونجحت واستمرت وتركبت عند الناس يعني في مؤسسات وكده. وبعد كده بدأت بعد كده تحصل لها كونفيرج او تتلم كده في حته واحده وفي تكنولوجي واحده، وما متوقعين انه يكون عندنا تصاميم جديده لللوكال اير نتورك، لانه حقيقه الايثرنت بقت ستاندرد زي ما هنشوف يعني. ففي في عدد من التكنولوجيز اللي كانت في اللان، منها الاي بي ام عملت حاجه اسمها التوكن رينج واستخدمت لفتره، وبعدين عندنا الاف دي دي اي والسي دي دي اي اللي هي الفايبر اند كوبر ديستريبيوتد داتا انتركونكت، كان برضو هنشوفه بعد كده في سلايد واحده. وبعدين في الاخر ظهرت الايثرنت، والايثرنت ساعدت، واحنا حتى في الجزء اللي فات لو تذكروا بدأنا نتكلم عن الايثرنت والايثرنت فريم هيدر الى اخره، والكارير سيس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن. فبقت دومينيتنج يعني كده الايثرنت، وبقت الشبكات المحليه يكاد يعني ما تجد شبكه الا تكون ايثرنت. لكن خلينا نتكلم شويه عن التوكن رينج وشويه عن الاف دي دي اي او السي دي دي اي. الاي بي ام توكن رينج
حقيقة الاي بي ام لما بدأت تعمل الشبكة بتاعتها، طبعا اي بي ام الشركة المعروفة يعني، استعملت ما يسمى التوكن باسنج وما يسمى الاي بي توكرينج. احنا كنا اتكلمنا عن الاكسس تكنولوجيز لو تذكروا، كانت واحدة فيها التوكن باسنج. يبقى التوكن باسنج الأجهزة بتكون لها حلقة، حتى فيزيكال هي بتكون حلقة ولوجيكال هي حلقة. يبقى كل كمبيوتر بيرسل التوكن اللي بعده، التوكن اللي عنده التوكن يبتدي في الإرسال، وهكذا اللي احنا ذكرناه زمان في الأكسس تكنولوجيز يعني. والجزء النسخة الأساسية من الـ IBM توكن رينج كانت بتستخدم 4 ميجا بت بير سكند، وفي الزمن ده كان الإيثرنت كان بيستخدم 10 ميجا بت بير سكند. الإيثرنت ذاته ما بدأ يتطور يعني، لكن كان فايته هي 4 والإيثرنت 10. وبعدين الـ IBM قدمت حاجة بتشتغل على 16 ميجا بت بير سكند توكن رينج، لكن طبعا زي ما انت عارف ما هتقدر تنافس الايثرنت، لان الايثرنت بعد كده قفز من 10 ماشي ل 100 ماشي ل 1000. يبقى بعيدا عن انها كانت معدل نقل البيانات بتاعتها متدني وكان الكوست بتاعها عالي، كانت مستخدمة في عديد من المؤسسات يعني في الشبكات المحلية، وقعدت فترة من السنوات حقيقة شغالة، لكن بعد كده انهارت وزحت للإيثرنت. حقيقة إن إحنا لما قومنا شبكتنا في جامعة السودان في التسعينات كنا شايفين التوكن رينج بتاعت أي بي إم قايمة، لكن كانت إكسبنسيف وكانت فيري تايد لأي بي إم في الزمن ده، وكانت الإيثرنت أوبن، فبدينا شبكاتنا مباشرة بالإيثرنت، اللي هو كان الخيار الصحيح اتجاهنا مع السوق في اتجاه الإيثرنت. وفعلا لو أي زول كان عامل شبكة في التوكن رينج في الزمن ده مش عمل لها ريبليسمنت بالإيثرنت. في الثمانينات بقى عندنا التكنولوجيز الشغاله في اللوكال اريا نتورك، كانت الايثرنت شغاله ب 10 ميجا بت بير سكند، والتوكن رينج شغاله ب 16 ميجا بت بير سكند، ودي ما كانت كافيه حقيقه عشان توفر. الناس دايما كانت هانجري لشنو مور داتا ترانسفير ريت، فكانوا الناس بينظروا ان الشبكات الشغاله 10 ميجا بت بير سكند و16 ميجا بت بير سكند شبكات بسيطه بطيئه، حقه مفكر نعمل لنا شبكات اسرع شويه. فظهر ال FDDI. FDDI بدأ وهي شغالة رينج زي ما قلنا، أو يا دوب بنقول يعني إنها شغالة رينج، والرينج دي زي الفكرة بتاعت التوكي الرينج بتاعت الـ IBM، لكن الأسلاك بتاعتها كانت عبارة عن أوبتيكال فايبر، وكانت بتوفر لنا ساعات تصل لـ 100 ميجا بت بير سكند. And that was a huge jump at that time, moving from 10 ميجا بت بير سكند up to 100 ميجا بت بير سكند. It was a dream يعني. And it was a very fast network at that time. والديزاينر حقيقة قالوا عشان نصل للداتا ترانسفير ريت العالية دي بدأ يستخدم الأوبتيكال فايبر بدل ما يستخدم الكوبر واي خلاص. وبعد كده بدوا يفكر إنه يحصل ريوايرنج ويوفر الأوبتيكال فايبر للديسك توبس حتى يعني، ودي كانت فكرة ما جيدة حقيقة إنك توصل الأوبتيكال فايبر للديسك توب. ماتت بعد كده زي ما قلنا في مثال سابق، لانه وصول الفايبر للديسك توب مشاكله كثيره جدا. الديسك توب يتغير يتحرك، اذا الفايبر يتفك، الديسك توب يتوسخ، جات تراب في الوصله، الوصله اتفكت، ما بعرف شنو، مشاكل كثيره جدا. الان وي دو نوت بريفير حقيقه نصل بالاوبتيكال فايبر للديسك يعني، ممكن نصل للسيرفر يس، لكن ما نصل للديسك توب. يبقى ال FDDI استخدمت كاونتر روتيتنج رينجز، بير اوف كاونتر روتيتنج رينجز. بير ليه؟ عشان واحده فيهم تشتغل والثانيه تكون احتياطي. ويبقى لو واحدة قطعت الهاردوير اوتوماتيكلي هيعمل لوبينج للباص، ويعمل يعني الشبكة دي حلقة وحلقة تانية جوا، لو الحلقة الخارجية اشتغلت الداخلية تكون ستاند باي، واحدة فيهم قطعت التانية تشتغل. لينك كامل اتقطع الحلقة ممكن يعمل لها لوبينج يعني، تشتغل كده وترجع تشتغل كده تاني وهكذا. وال FDI قدمت واحد من الايرلي لان سويتشز، بدا يكون عندنا اللان سويتشز، كل كمبيوتر هيتوفر ربط طوالي لل FDDI ميكانيزم، وممكن يكون عندنا فيزيكال ستار توبولوجي اند لوجيكال رينج. قصدنا شنو؟ اول شبكه توفر لنا اول جهاز يوصل لنا الشبكه يكون في الفيزيكال، هي عباره عن ستار يعني سويتش رابط الاجهزه كلها مع بعضها البعض، كانت ال FDDI. لكن هي لوجيكال رينج، كان بيحصل ان الكمبيوتر عنده بير اوف كيبل خاشي، الواحد خاشي والتاني مارق منه زي ما قلنا، والرينج قاعده تتحرك، التوكن قاعده تتحرك او الداتا قاعده تتحرك
في الكابل، من الكابل من الكمبيوتر للسويتش، ثم السويتش للكمبيوتر الثاني، ثم الثالث، وهكذا. فبقى عندنا شكل بتاع الشبكات هو الفيزيكال توبولوجي بتاعتها ستار، لكن هي لوجيكال عبارة عن رينج. يبقى بنرسم الحلقة كأنما هي عبارة عن رينج توبولوجي. وزي ما قلنا وفرت لنا داتا ترانسفير عالية، وفرت لنا الريدندنسي في ذلك الزمن. وكانت مشهورة إنها هاي سبيد انتر كونكتد نتورك، بتوفر الكمبيوتر لشنو للداتا سنتر. لكن كان عندها مشكلة إنه السعر بتاعها كان عالي، وفي خبرات محددة عايزين عشان تنستول الفايبر. ده كله خلى عديد من الأورجنايزيشن ما تمشي تشتغل فيها بالفايبر، وإنما تشتغل بشنو، بكوبر فيرجن أو إيت. عشان كده ظهر بعد كده السي دي دي أي. طيب أثناء ما الإف دي دي أي قاعدة تتطور وكده، الفاست إيثرنت بدأ يحصل له بروجريسنج، والإيثرنت المنافس بغادي بدأ سرعته تكون عالية يعني. يبقى ال FDI عشان تقدر تنافس مع الإيثرنت طلعت إصدار اسمه الكبر دي دي أي، بدل الإف بدل الفايبر بقت كبر، وبيشتغل كبر واير. ولكن اللي حصل إنه الإيثرنت بقى عندها لور كوست، وقدرت تسود عليها وجدعتها برا يعني. بقى ال FDDI مع الإصدار بتاعتها CDDIs ماتت، وسادت بعدها شنو، الإيثرنت. يبقى الإيثرنت أخيرا آخر واحدة بنشوفها في اللان، وهي السادت وهي شغالة حتى الآن. هي كسبت المعركة، وحصل منها دومينيشن لللان ماركت يعني. بقى خلاص كل الشبكات الآن تقريبا القاعدة عندنا معظمها عبارة عن إيثرنت نتورك. حقيقة الآن شبكات الإيثرنت هي أكثر من أي نوع آخر من الشبكات حصل لها ديبلويمنت في العالم يعني. في السودان أكاد ما نرى شبكة إلا تكون إيثرنت. الإيثرنت الحقيقية الأصلية اللي كانت شغالة بعشرة ميجابيت بير سكند اختفت، وحصل لها ريبليسمنت بشنو، بالفاس إيثرنت زي ما قلناها. لكن ما زلنا بنسميها إيثرنت يعني، رغم إنها فاس إيثرنت، هي فيرجنز جديدة من الإيثرنت القديمة، لكن الاسم ظل سايد ومستمر معانا، اسمها إيثرنت. وحقيقة ما في سيميلاريتي بين الهيفي كوأكسيال كيبل. لو تتذكر الإيثرنت بدأت بالكوأكسيال كيبل بإصداراته 10.5 و10.3، اللي هي كانت بتستخدم السيك كوأكسيال كيبل والسين كوأكسيال كيبل، اللي هي كانت في بداية الإنترنت. والسيجنالينج اللي بيحصل الآن في الجيجا بيت إيثرنت، الإيثرنت الآن بيوصل سرعة زي ما قلنا 1000 ميجا بيت بير سكند، اللي هي جيجا بيت إيثرنت. فيبقى شكل السيجنالينج اختلف وشكل الإشارات اختلف تماما، لكن الكونسبتس ما زالت ذا سيم يعني. In addition بالإضافة لتغيير الداتا ريتس اللي ارتفع زي ما قلنا من 10 مشت ل 100 ومشت ل 1000، فالتوبولوجي نفسها اتغير. زمان التوبولوجي لما كانت في الايرلي سيكو اكسيال كيبل كانت بس توبولوجي اللي تتذكر، فيبقى الهب جعمل ريبليسمنت للكيبلز، بقى بدل الكيبلز مشينا للهب. ولو تتذكر الهب قلنا كانه بس ان بوكس، بقى الهب رابط معاه الأجهزة مختلفة بيو تي بي كيبل. وجل السويتش غير الهب مكانه، وشفنا الفيتشر بتاعت السويتش اوفر الهب، اللي هو بقى يخلي اكتر من نفس يتكلم سيمولتينيس ات تايم، بقى يفهم السويتش الكمبيوترز القاعده في البورصه المختلفه الى اخره. وبعد كده ظهرت الفيلان سويتشز اللي هي عملت ريبليسمنت للسويتشز يعني. هسه لما تشتري شبكه عاده بتمشي تجيب سمارت سويتش اللي بيوفر لك الفيرشوال لانس. فاذا الترمينولوجيز اتغيرت والسبيدز اتغيرت، لكن ظلت اسمها شو؟ ظلت اسمها الإيثرنت. وفرت لنا الآن ساعات تصل لجيجا بيت بير سكند، 1 جيجا بيت بير سكند، ودي الآن المستخدمة في شبكاتنا كلها تقريبا في جامعة السودان أو في غيرها يعني. طيب نمشي للجزء الأخير من الباب، بيتكلم عن الوان تكنولوجي. بقى احنا ديك شفنا كان المان شفناهم المختلفين اللي احنا ذكرناهم في الجزء الأول، مشينا لللان اتكلمنا عنه اللي هو بيجت يعني اجريجيت سيتلد في النهايه على الايثرنت. نمشي للوان تكنولوجيز، في تكنولوجيز كثيره حقيقه الوان عشان نبتدي نربط مواقع مختلفه في العالم يعني. شركات الطيران مثلا في العالم دايره تربط مع بعض، شبكه الانترنت الكبيره عايزه تربط مع بعض، شبكه بتربط مدن مختلفه مع بعضها الى اخره. فهنا في السكشن ده هيشوف بعض الاكزامبلز اللي هي ظهرت ثم استمرت او اختفت زي ما هنشوف، اللي هي بتخلي الناس يربطوا
مؤسسات في أماكن مختلفة من العالم. نبدأ بالأربانيت والH25 والفريم ريلي والSMDS والATM والMPLS والISDN. شوف، في جزء منها شفناه طبعا قبل كده زي الISDN إلى آخره، لكن خلينا نمر عليهم واحدة واحدة. طبعا الأربانيت كانت قلنا في أواخر الستينات الأدفانس ريسيرش بروجكت ايجنسي في الستيتس، كان في ريسيرش، ده الكلام اللي كله في الباب الأول في الديبارتمنت اوف ديفنس، وبروجكت ديفولب كان الفكره بتاعته انه تديفولب وان عشان توفر باك سويتشنج تكنولوجيز، وسميت اربانت في ذلك الزمان، وكانت واحده من اوائل الباك سويتشنج نتورك الموجوده في العالم، وكانت وظيفتها انها تربط ريسيرش واكاديميا في ذلك الزمان. كانت الستاندرز شغاله في اربانت، كانت سلو، كانت بتستخدم المودم العادي الموجود في البيت للربط اللي هو 56 كيلو بت بير سكند، لكن الليجسي الكونسبتس بتاعت الليجسي سيستمز دي والالجوريزم والترمينولوجيز ستيل ان يوز باي ذا انترنت توداي. فيبقى احنا ورثنا من الاربانت عدد من الكونسبتس والالجوريزم شغاله معانا حتى الان، ودي هنستمر فيها في الجزء الجاي ان شاء الله من الباب بتاعنا، الاشياء موروثه من السابق فيما يلي عمل الاربانت. يبقى الاربانيت لما بدأت كانت بتستخدم عشان تعمل تربط الباك بون بتاع الانترنت او العمود الفقري للانترنت، وفي 83 حقيقة الاربا اتكلمت عن الناس انهم تستوب يوزنج الاوريجينال بروتوكول اللي كان موجود في الاربانيت، وبدأوا يستخدموا الانترنت بروتوكول اللي هو هنشوفه في الجزء الاخير او الجزء الجاي ان شاء الله من الكتاب بتاعنا. يبقى اكوردنجلي بقت الاربانيت هي الفيرست انترنت باك بون المربوط، كان بيربط الناس في العالم مع بعضها بعض في شبكة الإنترنت، وزي ما قلنا بدينا نمشي ننتقل منها طوال الإنترنت بروتوكول اللي هو كانت هي الأم بتاعته، وهي الورث منها كثير جدا من الكونسبتس والألجوريزم. في وان تكنولوجي تانية كانت شغالة الـ X25، ودي معرفها الـ ITU، والـ X25 كانت شغالة في السودان، ولو في زول منكم حضر زمان شركات الطيران كان عندها أجهزة كده بتاعت الحجز بتاعت السفريات الطيران، إذا ده مثال جيد لنا إنه كان في مين فريمز كبيرة هي اللي بتوفر خدمات الحجز للطائرات، وكان مطلوب من كل وكالات السفر والسياحة ومكاتب الشركات الطيران في العالم إنها تتصل بهذا المين فريم عشان تحجز، لأن طيارة واحدة يعني الزول بيحجز عليها من أي مكان بيحجز الكرسي يعني. فكان محتاجين ستاندرز للربط كانت الـ X25. فتعالوا نتكلم عن الـ X25 هي فكرتها شنو يعني. هي طور الاتحاد الدولي للاتصالات الـ ITU، وكانت ستاندر للوان تكنولوجيز، وكانت فيري بوبيلر للبابليك كاريرز، شركات الاتصالات كانت متوفره. وطبعا الفقره دي هقول ITU كان اسمه في الاول الكونسلتيتيف كوميتي فور انترناشونال تليفون اند تيليجرام، ما اعرف خدتها هنا يعني داري اعرف ان الـ ITU هو السي سي اي تي تي، عايز بس لانه الستاندرد ما زالت اسمها سي سي اي تي تي اكس 25، لكن احنا بنقول لها اكس 25 ستاندرد. والاكس 25 نتورك بتتكون من اثنين او اكثر من الباك سويتشز، والباك سويتش مربوطه مع بعض بالليز لاين، يبقى بنشيل خط من شركات الاتصال ونشفكه من الكوبانيه بتاعت الشركه، ونقول الخط ده هو الرابط لنا السويتشز الباك سويتشز مع بعض، والكمبيوترز ترتبط مباشره بهذه الباك سويتشز. الـ X25 كان بيستخدم الـ Connection Oriented Paradigm زي التليفون كول، بيحصل Open Connection Before Transmitting the Data، يعني الكمبيوتر لما نفتح بيعمل Connection مع الـ Mainframe ويبتدي بعد كده يرسل الـ Data بتاعته. لما الـ X25 اخترعت الـ Personal Computer ما كانت بابيلا، كان عندنا حاجة اسمها الـ Dumb Terminal أو الـ ASCII Terminal. الـ ASCII Terminal كانت هي عبارة عن شاشة وكيبورد، ما عندها أي بروسيسور كبير يعمل لها بروسيسنج، كان كل وظيفتها إنها تشيل الكي ستروكس اللي بيدوس الزول وترسلها وتجيب الريزلت تصيرها في الشاشة يعني، وبالتالي كانت بتستخدم في تايم شيرنج كمبيوتر. يبقى الكمبيوتر الرئيسي ممكن يكون قاعد في نيويورك مثلا، وأنا قاعد هنا في تيرمينال في الخرطوم، أي كيبورد بدوسه الزرار بتاعي كل ما أدخل حاجة في الكيبورد الكيبورد هتشيل الانترفيس، هياخد الكي ستروكس الضغط اللي انا دوسته على المفتاح دي، دوست اي مثلا الاي ده بتتشال وتتخطى في باكيت X25 باكيتس وتترسل شنو اكروس النتورك للسيرفر اللي قاعد في نيويورك هناك، السيرفر يستقبل الحرف بتاعنا وبعدين يرد عليه بالريزلت، حتى لما يرد عليه بالحرف عشان يظهر عندي في الشاشه مره اخرى في باكيت اخرى مثلا. يبقى البرنامج شغال في الريموت كمبيوتر اللي هو موجود بعيد يعني،
يبقى هيشيل الحر بتاعي، يعمل الكالكوليشنز بتاعته ويرسل لي الريزلتس. الريزلتس برضه تتخطى في باكيت وتترسل تظهر عندي في الشاشة. خلاص، يبقى انا لما بتكلم هنا في تيرمينال قاعدة هنا في الخرطوم مثلا، وكالة قاعدة في شارع الجمهورية، كانت تتجمع. انا اذكر كان نقطة التجميع بتاعها كانت في فندق المريديان في الزمن ده. تتجمع هذه الوصلات كلها، تصل لفندق المريديان، تترسل باللينك الانترناشونال لينك، تطلع بره ويجي الرد في السكة العكسية راجع بره. فبالتالي التيرمينالز كانت بتستخدم الخدمة دي ما كانت بيرسونال كمبيوتر، كانت حتى بنسميها دمب تيرمينال. دمب تيرمينال اللي أنا بتعمل دمبنج فقط، يعني البيانات الموجودة عندها دي فقط بتعمل لها ديسبلاي في الشاشة اللي قدامك، ما عندها أي شيء غير، يعني ما عندها بروسيسنج باور. فبالتالي كانت فيري سلو يعني. طبعا شركات الاتصالات كانت بتوفر الخدمة دي وبتأجرها للشركات، وكانت اكسبنسيف جدا يعني. لكن كان ما في جرافيك انترفيس وكده، كانت حروف فقط بتمشي وتجي، وده اللي بيحصل يعني حقيقة. انك انت في الحجز ده تقول الحجز، بتكتب الحرف الفلاني وبعدين رقم الجواز، تترسل رقم الرحلة، تترسل المعلومة للسيرفر، السيرفر يرد يقول في 10 مقاعد، بتحجز 10 مقاعد، تقول له ريزيرف 5 مثلا، ترسل للسيرفر يقول لك خلاص حجزنا الخمسة، ارسل لي اسماء الناس. يعني كان تكست انترفيس، التكست داتا، تكست انترفيس عن تكست داتا انترشينج بين التيرمينال القاعدة في وكالة السفر والسياحة والسيرفر في الطرف الثاني، فكانت كافية في ذلك الزمن. يعني لو في ظل حظيرة أو بتشوفها في الأفلام القديمة، تلقى تكس كده بيجي جاري تك 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 كده ورا بعض في الكيبورد، ده اللي هو الريزلتس الجاي من هناك في X25 باكيتس. وبعد كده طبعا حصل لها ريبليسمنت بالبان تكنولوجيز اللي بعدها، وبقى الكلام اللي بنقول فيه ده الآن تاريخ ما مستخدم الآن. طيب، ظهرت بعد الفريم ريلاي، والفريم ريلاي دي حقيقة احنا أول ما بدأنا شبكة نقل بيانات حقيقية في السودان كان هي شبكة الفريم ريلاي. حتى البروجيكت سميته سوداتيل في ذلك الزمن الداتا كلاود، بقى مشهور الداتا كلاود. هو كان عبارة عن فريم ريلاي نتورك. هو كان أذكر في نهاية التسعينات يعني، الفريم ريلاي دي لما طلعنا احنا في الجامعة بديناها، وربطنا 6 مواقع في ذلك الزمن قبل 20 سنة تقريبا. So it will design to accept block of and deliver block of data. كان بيتكلم عن block of data up to 8 كيلو octets. 8 كيلو octets يعني 8 كيلو بايتس يعني of data. وكان الناس دايرة تمشي لل large data size، لأنه ال inventor بتعينه إنك تخدم ال frame relay عشان يربطوا land segments مع بعض. وطبعا أول ما أربط land segments مع بعض، يبقى متوقع إنه الحزمة بتمشي لللان التانية تكون عددها كبير وحجمها كبير. وبالتالي مخترعين الفريم ريلي كانوا بيفتكروا انها تربط شبكات، وفعلا احنا في الزمن ده كنا رابطين شبكه في راس الجامعه هنا مع شبكه في الجنوبي، وشبكه في الزراعيه، وشبكه في الاشعه، وشبكه في، يعني كان عندنا 6 شبكات كده بدنا بيهم الشغل بتاعنا، ربطناه مع بعض باستخدام هذه الفريم ريلي نتورك. يبقى الاورجنايزيشن ويز ريموت اوفيسز ممكن تاخد فريم ريلي سيرفيس لكل مكتب وتربط مكاتبها مع بعضها. والبنوك هنا بدات فعلا حقيقة تعمل ربط بتاع شبكات، انه بدأت عندها شبكات في كل فرع من فروعها، تربط الفروع دي في شبكة كبيرة اسمها الفريم ريلي نتورك. وحقيقة واضح انه شركة الاتصالات في الزمن ده اللي هي سوداتيل كانت مستهدفة القطاع البنكي المالي اكتر من القطاع الاكاديمي، لكن حقيقة احنا استمتعنا اننا تعلمنا شغل نتوركينج فيها، وسوداتيل نفسها اتعلمت شغل كتير في الداتا كونكشن بتاعتنا والداتا كوميونيكيشن سيرفيس بتطبيقها في جامعة السودان. المهندسين في الزمن ده كانت تجربة جديدة بالنسبة لهم، وفعلا حققنا خدمة جيدة لربط البيانات بين الأطراف المختلفة زي ما هو حاصل في جامعة السودان يعني. يبقى هي بتعمل فرور للباكيت بين لان سيجمنت وأذر لان سيجمنت، زي ما شفنا في الباب اللي فات السويتشز بترسل الباكيت في اللينك المناسب عشان تمشي للطرف الثاني. وكان بيستخدم الكونكشن اورينتد بارادايم. وحقيقة أي مؤسسة كان عندها عدد من الفروع في ذلك الزمان كانت حل مناسب لها، وكانت تكلفتها قليلة يعني مقارنة ببقية الشبكات في ذلك الزمان. فبالتالي كانت ممتازة جدا وبابيولر لحد ما ظهرت لو كوست alternatives بقت افيلبل، حتى الناس بعد كده وقفوا الفريم ريلي. يعني احنا الفريم ريلي كنا شغالين بها عدد من السنين في الجامعة، لكن كانت سعة الربط محدودة 256 كيلو بيت بير سكند، 128 كيلو بيت بير سكند بين الأطراف المختلفة، لكن كانت كافية جدا. يعني أنا أذكر في سنة 98 إحنا كانوا الطلاب في الغرب هنا بيكتبوا برامجهم، كانت تكست انترفيس طبعا 98، يعني ما كان في الويندوز الكتير اللي أنتم شايفينها دي، كانت البرامج كلها تكست انترفيس، يا باسكال يا سي يا اسمبلي. كانوا الطلاب بيكتبوا البرامج هنا في الغرب مثلا، وأنا كنت أكون قاعد في الجناح الجنوبي وقاعد بصحح البرامج من هناك يعني، لأنه كانت قاعدة في
في سيرفر، السيرفر بتاعنا في الزمن ده كان اسمه نوفل سيرفر، يعني في النهايه كان عباره عن اف تي بي سيرفر، كانوا الطلاب بيرفعوا حاجاتهم في الاف تي بي سيرفر وانت تقدر ترفعها من اي طرف. وكذلك كنا بنوفر خدمه الانترنت للاطراف المختلفه باستخدام هذه السيرفيس، لكن شو انا بتكلم عن ساعات كم، نص ميجا، ربع ميجا، وهكذا يعني. يبقى هي اتصممت عشان تو هاندل داتا بين اللان سيجمنتس، والديزاينرز شافوا انه الشبكه دي ممكن تشتغل في سرعات 4 لحد 100 ميجا بت بير سكند، خلاص. وال 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 100 ميجا بت بير سكند كانت سرعه الشبكات في ذلك الزمان يعني، لكن كان عشان تصل للساعات العاليه دي كان السعر غالي يعني. فبالتالي لانه السعر كان غالي جدا كان الناس بيمشوا يستخدموا اللور كونكشن، فبتكلم عن واحد نص ميجا بت بير سكند، حتى الرقم هنا متفائل، ده رقم بري، احنا كنا بنتكلم عن نص ميجا بت بير سكند عشان نقدر نربط الفرع المختلف، وممكن ندي الرئاسه 1 ميجا بت بير سكند ولا 2 ميجا بت بير سكند. التكنولوجي كانت بتتيح لنا ننقل عدد كميه اكبر من البيانات، لكن الهاي كوست كان مشكله بالنسبه لنا في ذلك الزمن، لانه هتاجر طبعا من شركات الاتصالات هذه اللينكس. الشاهد ان الفريم ريلي عملت اختراق كبير جدا في السودان، ربطت كل البنوك وفروعها مع بعض، بعض البنوك بدات تربط مكنات الاي تي ام كانت جديده في ذلك الزمان يعني، وعملت نقله كبيره جدا في تطوير الانظمه البنكيه والانظمه بتاعت المؤسسات المختلفه في ذلك الزمن. بدينا نفهم ان يكون عندنا داتا نتورك ونربط مؤسساتنا باطراف المختلفه مع بعض البعض، لكن طبعا اندثرت الفريم ريلي، والان ما في سايد مربوط بالفريم ريلي، ماتت يعني، انتهت خدمه الفريم ريلي، ان هاز بين ريبليست زي ما هنشوف. طيب مش زي ما هنشوف، زي ما شفنا قبل شوية لما شفنا الـ OC وشفنا الـ STM1 والـ STM4 بجد الساعات اللي قاعدين نربط فيها أطرافنا مع بعض. طيب النوع الثاني كان الـ SMDS Switch Multi Megabit Data Service، وهي عبارة عن High Speed Wide Area Data Service، بتستخدم بيوفروها اللونج ديستانس كاريرز اللي هي شركات الاتصالات اللي بتنقل المسافات البعيده اللي عندها ترخيص يعني، لو في مثال لدى شركتيلو كنار يعني، وهي مستخدمه على اي تربل اي ستاندرد 802.16 دي كيو دي بي. وهي عباره عن السابقه للاي تي ام، الاي تي ام اللي هي جايه في الشريحه الجايه اللي هي قدمت لنا كونسبتس جديد للاي تي ام نتورك. هي ديزاين تو كاري داتا وليست فويس، ودي عكس الفاتو يعني، الفاتو كانوا مصممين مينلي في ناك، لو تذكر السونيت والجماعه ديل كانوا مصممين عشان ينقلوا فويس، دي مصممة عشان تنقل الداتا. وهي اوبتمايزر تشتغل في الهاير سبيد. والهيدر انفورميشن ان باكيت، الهيدر انفورميشن الموجود في الباكيت الملحوظة دي حقه نتكلم عنها شوية يعني، دايما الهيدر، نحن الهيدر كل ما كان كبير كومبيرد مع حجم الحزمة، كل ما ده بقى اوفر هيد احنا بنحاول نتخلص منه. اذا انا غرضي لو قدرت اقلل الهيدر يكون عندي بيتر يوتيلايزيشن. تخيل معانا عشان انقل 100 بايت مثلا رسلت هيدر 20 بايت، سو اي لوست 20% من الباندويث بتاعي روحت عشان انقل هيدر. تخيل معايا ال 100 بايت لو برسل معاه 1 بايت بس ولا 2 بايت، اذا كل ما قللت الهيدر معناته انا اي كونسيومد 1% اونلي في الهيدر. يبقى كان لما نتكلم في الباص بنحاول المنطقه اللي قاعد فيها السواق دي نصغير عشان نسيب باقي المنطقه للركاب، مش كده؟ فهنا السواق والبودي بتاع الباص والحديد الفيول الالومنيوم والبلاستيك ده كله اوفر هيد، كان ويش انه تو مينيمايز ذيس اوفر هيد. هنا برضه في الحزم عندنا الاوفر هيد بتاعنا، الاوفر هيد بتاعنا هو شنو الهيدر. اذا عشان نقلل الهيدر اوفر هيد الاس ام دي اس بتستخدم سمول هيدر عشان ترسل الداتا اللي بتصل لحد 9188 اوكتس اوف ديت، اوكتس يعني بايتس يا اخوان، 900 لحد يعني 9 كيلو بايت، نرسل معاه سمول هيدر. واستخدمت سبيشال هاردوير انترفيس تو كونكت كمبيوتر للانترنت زي الاي يو اكس اللي استخدمناه زمان في السيكو اكسيال كيبل. ويبقى السمول انترفيس، السبيشال انترفيس ده قدرنا نقدر نخلي ننقل البيتا داتا بسرعه سريعه جدا قريبه من سرعه نقل البيانات داخل الكمبيوتر نفسه. يبقى هي بنستخدم في سبيد اكتر من 1 ميجا بيت بير سكند، وبالتالي هي دايما اسرع من الفريم ريلي نتورك. لكن هي والفريم ريلي نتورك مختلفين في الطريقه اللي هم بيستخدموا يعني. ال SDM ال SMDS كانت connection ليس، والفريم ديلي لو تتذكر كانت connection oriented،
وان كونكشن ليت قدها شنو، قدها فلكسبيليتي. لكن لانه شركات الاتصالات كانت مرتاحه اكتر من الكونكشن اورينتد، بقت مرتاحه اكتر للفريم ريلي، لانها كانت جايه اصلا من الكونكشن اورينتد. الاتصالات بيحبوا جدا الكونكشن اورينتد كانوا، لانه هي متعودين على التليفون القديم انك انت بتعمل الوصل الاول بعدين تبتدي تتكلم، فالكونكشن استابليشمنتس وكده كانت موفره في الفريم ريلي اكتر من الاس ام دي اس. يبقى ما بقت بابيلر وما استخدمت، وما اذكر اننا يعني ما استخدمناها نحن بكثره في السودان. طيب جات بعدها طفره كبيره جدا في الوان تكنولوجي اسمها الاي تي ام، والاي تي ام مثال ممتاز لافكار حديثه تظهر ونفتكر انها ويل دومينيت الماركت وهتدوم الى الابد يعني، ونجي فجاه نجي انها هي ماتت يعني. فما هي الاي تي ام؟ الاي تي ام عدد من التليكومنيكيشن اندستري صمموا الاي تي ام وقالوا دي هتبدل الانترنت، والكلام ده في التسعينات، قالوا خلاص الانترنت دي تاني كلها تكون اي تي ام. والجول بتاعها حقيقة انه بيفتكر انه شبكة واحدة تشتغل للوان وللان الاثنين مع بعض، وفعلا الاي تي ام ممكن تشتغل للان وممكن تشتغل للوان خلاص. وكان الفكرة بتاعتهم انه هيجي لنا كومبليتلي يونيفورم كوميونيكيشن سيستم وورلد وايد، خلاص ما في داعي لاي شبكات تانية، بس كلنا نشتغل اي تي ام وانتهينا. وهي كانت مصممة اصلا عشان تشيل فيديو ترانسميشن وايضا فويس تليفون ترافيكس وديتا طبعا. والفكره بتاعت الاي تي ام انه يحصل لها سكيلينج عشان تنقل بيانات كبيره اكبر من الاذر باكيت سويتشنج تكنولوجيز. وظهرت لنا بفكره ورثناها منها عن بخ في المستقبل زي ما هنشوف بعد شويه في الام بي ال اس، اسمها الليبل سويتشنج. والليبل سويتشنج بتاعتنا انه باختصار شديد انه كل باكيت نديها ليبل، وهنشوفها هسه في الجزء ده من السلايد. فالليبل سويتشنج كونسبت جديد ظهر عندنا في شنو، في الاي تي ام نتورك، الاسينكروس ترانسفير مود نتورك. طبعا اي تي ام يا اخوانا اسينكروس ترانسفير مود، وليس الاي تي ام ماشين الاوتوماتيك تيلر ماشين بتاعت الورق بتاعت القروش بتاعت البنوك دي. طيب اي تي ام از كونكشن اورينتد تكنولوجي خلاص. يبقى كونكشن اورينتد هيكون عندنا وصله، وهنشوف هسه بنعمل الوصله كيف. But bucket do not have address as usual. هيحصل باكيتس هيكون بعد شويه هنخد فيها ليبل زي ما هنشوف. يبقى الباكيت كل الباكيت هتمشي عندنا هيكون عندها اي دي اسمه الليبل، والليبل كان بي تشينج ايتش تايم ا باكيت باس ثرو ذا سويتش. يبقى كل الباكيت مما مر انت مارق من بيتكم من الكلاكلا ماشي لسوق ليبيا، انت اول ما مرقتها بقى عندك الباكيت. انا عامل لك الوصله طوالي من الكلاكلا لسوق ليبيا، وندي الاي دي نمبر بتاعك 7 مثلا. يبقى الباكيت دي طول ما هي ماشيه رقمها 7 معناتها دي ماشيه في الخط 7 اللي هو رابط من الكلاكلا لحد سوق ليبيا، هتمشي في سكتك كلها. السويتشز في السكه شايفينك انك انت الاي دي نمبر بتاعك ده كل بيمر لك من السورس للديستنيشن. يبقى وين الكونكشن السيت اب ا يونيك ليبل از تشوزنج فور ايتش لينك اون ذا باس، اللي هو قلناه 7 سبيك اللينك ده رقمه 7. والتيبل ده الليبل ده هيتخطى في السويتشات كلها 7 يا اخوانا، اللي هو بيوصل من زول طالع من الكلاكلا الى سوق ليبي خلاص. يبقى ده الرقم بتاعه اللي هو هيمرره في المسار بتاعه الطويل اللي ماشي فيه ده يعني. يبقى كل ما الباكيت اتصل لسويتش السويتش هيعاين للليبل كويس، وبعد كده بيعمل يغير يخط الليبل المناسب اللي بيقدر اللي بيوصلك لسكتك النهائيه. يبقى الليبل خلينا نتكلم عنها بشويه يعني. الليبل بتاعنا بقى بشنو؟ بقيت لما احنا لما شرحنا الكونسيست بتاعت الراوتنج في الباب الفات او قبل الفات، كنا بنتكلم انه احنا بنعين للديستنيشن ادريس، ومن الديستنيشن ادريس بنحدد الزول ده نوديه في اتو سكه. هنا لا، هنا لما نعمل الوصله في الاول هنقول الليبل ده يا اخواننا هيمر في المسارات الفلانيه. يبقى شلت انا الديستنيشن ادريس الطويل ده، خطيت ليبل صغير، والليبل الصغير ده هيقلل لي الاوفر هيد، وهي اصلا شغاله بسيل صغيره الاي تي ام نتورك. فبقت السيلز الصغيره دي يعني زي بدل ما ارسل في باصات ولا ورق كده برسل في مواتر صغيره. كل موتر فيه ليبل صغير يخليني اقدر اوصله للديستنيشن بتاعه. انسيوري الليبل ادريسنج ده، الليبل سويتشنج ده ممكن يتعمل في الهاردوير بدل ما يكون سوفت وير. احنا شفنا سويتشز بتعمل الراوتنج بتاعها بالسوفت وير، كانت الفكره انه الليبل يتم الفوروردنج يتم عن طريق الهاردوير، وطبعا لو تم عن طريق الهاردوير هيكون اسرع يعني، هيكون اسرع من الكونفنشنال فوروردنج اللي كان بيتم بالسوفت وير.
يبقى عشان تأكومديت البوسيبل يوزز دي الديزاينر اد ماني فيتشر للاي تي ام، ضافوا لها فيتشرز كتيره جدا عشان تقدر تشتغل لللان وللوان وتستخدم شغل الليبل سويتشنج. ومن ضمنها انه وفروا عليه انه يكون في اند اند جارانتي اوف اون سيرفيس، يعني عشان ضمان لوصول الحزم، يعني ضمان رسول الرسائل في الطرف الاول المرسل للمستقبل الى اخره، وضمان للباند ويتس، وضمان للديلي المختلفه اللي ممكن تواجهه كل واحده من الحزم. ولما بدوا الامبلمنتيشن بعد كده في الايزان، الفكره كانت انه نعمل سيل صغيره، كل سيل طولها كم 50 بايت، يعني صغيره جدا، فيها ليبل صغيروني كده 5 بايت مثلا صغير. الكتاب ما تعرض للارقام دي فما مدري نضيع هنا فيها، يعني هي سيل صغيره وعندها ليبل صغير في كل سيل، والسيل دي وهي ماشيه الهاردوير الموجود في السويتشات هو الموصله للالتيميت ديستنيشن. فلما بدوا الامبلمنتيشن لقوا ان الحاجات الكثيره اللي قالوها دي، الحاجات المبعثره الكثيره اللي قالوها دي، انه الهاردوير اللي بيعمله بيجا فيري كومبلكس اند اكسبنسيف، بيجا الهاردوير غالي. والميكانيزم عشان تستبلش الليبل سويتشنج دي بقت معقده، وعقدت الهاردوير المفروض يركب في الراوتر او السويتشز، وبالتالي بقى عشان نركب الشبكه بتاعت اي تي ام بقت مكلفه جدا. عشان كده الاي تي ام رغم انها بدات بدايه قويه جدا، وبعض المؤسسات، يعني انا زرت مؤسسه بس خارج السودان، كان الكلام ده من في نهايه يمكن من 15 سنه كده ولا يمكن 20 سنه، كانت بدات تو ريبليس الاكزيستنج نتورك بتاعت عشان تعمل اي تي ام، وفعلا الشبكه كانت فيري فيري فاست يعني، لكن كانت فيري اكسبنسيف يعني، دفعت فيها ملايين الدولارات في واحده من الدول الخليجيه يعني. لكن للاسف بعد سنتين ثلاثه لقوا نفسهم ما قادرين يوصلوا بهذه الشبكه، وصد اللي لقوا نفسهم مضطرين يرموا الشبكه دي في الوطي في كوايفر تبوها ويعملوا شبكه ثانيه اخرى يعني، لانه بقت للاسف الحلم بتاع وجود شبكه يونيفايد تشتغل لان وان، الحلم ده انهار وما قدرت الاي تي ام تواصل. مشينا بعد كده خلاص قربنا نخلص احنا للام بي ال اس، المالتي بروتوكول ليبل سويتشنج الام بي ال اس. هي هو ريزلت من طبعا لما الاي تي ام كبيناه زي ما قلنا ووقفناها ما راحت هدر، يعني فكره الليبل سويتشنج دي راحت للناس، وبالتالي بيقول الانجينيرز يقولوا دارين نبتدي نستخدم فكره الليبل سويتشنج للانترنت راوترز، نشوف طريقه نوظف الفكره بتاعت الليبل دي لانها فكره جذابه يعني. فبقت الـ MPLS بيحصل لها implementation، ممكن يحصل لها implementation في الـ software as an extra feature يعني في الـ routers، والـ MPLS router هيستخدم نفس الكلام اللي قلناه في الـ بيعمل الـ ATM، هيستقبل الإنترنت باكيت، لكن بدل ما يرسلها بالـ routing algorithm اللي قلناه في المرات اللي فاتت، هيحط لها رابنج، هيدخلها في ظرف and place each packet into a special wrapper، هيحطها في ظرف محدد. ويستخدم الليبل سويتش عشان توفر هذا الليبل الرابر ده الظرف ده في الام بي ال اس باس، يبقى كانما انا الان قاعد في رأس الجامعه مثلا، او في فرع من فروع الجامعه اقول في الدراسات الزراعيه، مرسل حاجه، الحاجه دي تمشي للسويتش اللي قاعد في الدراسات الزراعيه هناك، هشيلها يحطها في مظروف لانه عارف ان الحزمه دي ماشيه مثلا جوجل مثلا، فهيشيل الحزمة دي ويرسلها في ظرف، الظرف المقفول ده بيجي يمر على السويتشات ما بيفتحوه بعد كده، يمرر الظرف ده كما هو للالتيميت ديستنيشن بتاعه. فيبقى الليبل سويتش هتستخدم عشان ننقل الباكيت اكروس النتورك بتاعتنا خلاص. طبعا الريسيفر في الطرف الثاني اخر سويتش هيعمل ان راب للباكيت، هيطلعها من الرابر بتاع ده ومن المظروف، وهيمرر الكونتينيوس نورمال فوروردنج. يبقى الـ MPLS switches فوق بتتكلم مع بعضها، انها بتشيل النورمال باكيتس دي وتحطها في مظاريف بتفهمها هي مع بعض. اذا لو جينا نقول شبكه زي شبكه جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا، ممكن المين switches الفوق القاعده في الكامبسز المختلفه تو ديبلوي الـ MPLS، باعتبار ان هي بعد كده لما تجي الحزم في الكامبس المحدده تشيلها تحطها في المظروف ده وترسلها للفرع المعني اللي دايرة تمشي له بالليبل اللي قلناه، والفكرة بتاعت الليبلنج ده بخلي السبيد بتاع شبكتنا أسرع يعني. وحقيقة ده وفر لنا حاجة بنسميها التانلينج زي ما قلنا، كأنه في تانل أو في نفق بين الطرف ده والطرف الثاني، بنقدر نرسل البيانات فيه في سرعة عالية.
وشبكه الجامعات بتاعتنا اللي اسمها سودرين دي شغاله فيها الام بي ال اس ده، باعتبار انه بيعمل روتينج بين الجامعات المختلفه وبعضها البعض ورئاساتها يعني. يبقى التير 1 اي اس بيز برضه، الاي اس بيز بتستخدم الام بي ال اس عشان تخلي بعض الباكيز تمشي في مسار محدد. يعني مثلا اللارج كاستمرز اللي هو دافعين كتير ممكن يمشوا في مسار مختلف عن المسار التاني اللي بيمشوا فيه الناس اللي بيدفعوا قروش اقل من شويه، كانه في اي بي باس يعني مسار مخصص لاسرع لبعض الحزم الجايه. فبشيل المسارات الحزم ذات المسار الفي اي بي دي اخدها في رابر وارسلها في سكه اسرع عشان تصل للطرف الثاني بطريق مختلف عن الحزم التقليديه العاديه. طبعا في حاله زي دي معناتها انت يو هاف تو ابلاي السوفت وير في الراوترز الموجوده عندك انت، وتابلاي الام بي ال اس في الراوترز المختلفه عشان يفهموا بعض، لانه لازم الراوتر يفهموا مع بعض انهم شغالين ام بي ال اس. طبعا اخر حاجه عندنا الاي اس دي ان، والاي اس دي ان احنا كنا اتكلمنا عنه طبعا في باب سابق في الباب ال 12 اتكلم عن الاي اس دي ان. والفكره بتاعتنا الاي اس دي ان نوفر نتورك انترفيس ات هاير داتا ريت من الدايال اب مودم، وقدرنا نصل ل 128 كيلو بت بير سكند ات ذات تايم. لكن لما وفرناه حقيقه التكنولوجيا بقت بطيئه مقارنه بالسعر اللي بندفعه للاي اس دي ان، عشان كده ماتت برضه شركات الاتصالات. انا بذكر كانت بدأت تقدم خدمة الـ ISDN دي لكن ما انتشرت، يعني عدد المشتركين كان محدود جدا وانهارت لأنه ظهرت بعد الـ DSL Technologies في السودان. حصل ريبليسمنت للـ ISDN بالـ DSL. الـ DSL وفر الساعات أسرع، ما زالت الـ DSL شغال حتى الآن. الكيبل مودمز ما عندنا في السودان طبعا احنا باعتبار انه ما عندنا كيبل تي في كومباني، لكن عندنا 3G Cellular System والآن عندنا 4G Cellular System اللي هي تكلم عن 3G وال 4G بتوفر ساعات أعلى بكتير جدا من ال 128 كيلو بيت بير سكند اللي بنقوله مش كده، فبقت توفر much higher data rates than ال traditional ISDN. إذا الباب ده يا إخوانا لو خلصنا اتكلمنا فيه عن ال LAN technologies وال WAN technologies وال MAN technologies، يعني اتكلمنا عن ديل الحاجات دي بتوفرها شركات الاتصالات السونت وال SDH الاوبتيكال كارير والاس تي ام 1 والاس تي ام 4 الى اخره. شفنا الدي اس ال والكيبل مودم، شفنا الواي ماكس باستخداماتها للاند يوزرز او للباك هولينج، شفنا الواي فاي واستخداماتها كاكسس، شفنا الفي سات واستخدام الفي سات عشان نربط مناطق بعيده من الترستيريال نتورك، شفنا الباور لاين كوميونيكيشن، بعدين مشينا لللوكال اريا نتورك زي ما قلنا، اتكلمنا عن الاي بي ام توكن رينج، واتكلمنا عن الاف دي دي اي والسي دي دي اي، وبعدين اتكلمنا عن الايثرنت مش كده، وبعدين اتكلمنا عن الوان تكنولوجيز الاربع نت كبدايه لشغل الانترنت، والاكس 25 ك باكيت سويتشنج سيركت اورينتد، طبعا زي ما قلنا باكيت سويتشنج كونكشن استخدمت للدم تيرمينال ربط عمل في التايم شيرنج مع سيرفر كبير. شفنا الفريم ريلي وبدايه استخدامات الداتا نتورك او ما سميت الداتا كلاود في السودان باستخدام هذه الفريم ريلي، وهي أول خدمة حقيقية تربط شبكات مختلفة بأسعار مناسبة في السودان. بعدين شفنا الـ SMDS وما انتشرت في السودان بصورة كبيرة، شفنا الـ ATM وفكرتها العبقرية هنا to replace الـ existing switching لكن فشلت في ذلك بسبب تكلفتها العالية زي ما قلنا. شفنا الـ MPLS اللي هي موجودة الآن للربط بين أفرم مختلفة في مؤسسة لتحسين الأداء وإرسال البيانات في مسارات أسرع شوية، وشفنا الـ ISDN اللي هي ماتت وحل محلها ال DSL في السودان وحل محلها ال 3G وال 4G. يبقى الآن أنت حتى ممكن تربط زي ما قلنا مؤسستك بأطراف المختلفة باستخدام ال 4G Network أو ال 3G Network، بتجيب 3G Router تربطه في كل فرع من فروع المؤسسة وتعمل Routing Software عشان تربط فروع مؤسستك مع بعض البعض. يمكن بالطريقة دي احنا انتهينا من البارت ده من الكتاب اللي اتكلم عن الوان تكنولوجيز، بقينا نقدر نستطيع اننا فهمنا الكونسيبت بتاعت الباكيت فوروردنج المختلفه، فهمنا الخيارات المختلفه ممكن تقدمها لنا شركات الاتصالات او ممكن نبنيها بنفسنا عشان نقدر نربط فروع مؤسستنا ببعضها البعض. طبعا بعد كده بنمشي بعد كده للريال ديبلويمنت للشغل بتاع النتوركينج، ونمشي للشغل بتاع الاي بي نتورك زي ما هو هنشوفه ابتداء من الباب القادم باذن الله تعالى. يبقى هنا انتهى جزء، وهنبدا الجزء الجاي ان شاء الله.